ليش هيك عملت فيني وخجلتني؟ ليش حابب تدمرني؟ أنا شو عملت لك؟ شخصيتي ونزاهتي كمان سرقتهم مني. أنت كتير جرحتني قدام زوجي وبيت حماي وقدام عيلتي كمان. هذا هو إخلاصك إلي؟ لهيك إجيت لعندي؟ ليش ورجيت زين كل هالرسائل والشعر؟ ما بصير تعمل هيك. لو إنك بتحبني وبتخاف علي ما كنت بتحكي شي. زين بدي أقول لك شغلة ضرورية كتير. ما عندي وقت اسمع. وصرت واثق إنه ما عاد في شي ممكن نتناقش فيه أبداً. بس أنا عندي شي لازم أقول لك عليه ضروري ولازم تسمعني منيح. تأخرت على المكتب وتأخرتي على دوامك. ماني رايحة على المشفى لأني مو منيحة. ما في شي منيح رابيل. ادعي لربك يكون المستقبل أحسن إلنا اتنيناتنا. أنا ماشي.